السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الساحل، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج منبر الساحل. هذا البرنامج هو برنامج موريتاني كاملة، سواء مسؤولينها، سواء المواطنين، سواء رجال الأعمال، سواء التجار، سواء المستهلكين، أي حد في موريتانيا، هذا البرنامج هو برنامجك. هذه الحلقة اللي نتناول فيها موضوع مهم جدا، وتقريبا أنتم هم اللي اخترتوا هذا الموضوع لأنه هو حديث الساعة اليوم على السوشيال ميديا، وحديث الشوارع وحديث سيارات الأجرة وكذلك الدكاكين. في أي تجمع تجد هذا الحديث، هو ترند، هو حديث الساعة، ألا وهو ظاهرة الاغتصاب. وكانت قضية ضحية لالا هي آخر قضية يتم إدارتها، ولكن قبلها قضايا مشابهة، وبعدها أيضا تم الحديث عن بعض القضايا المشابهة أيضا. هذه قضية الاغتصاب هي اللي لاهي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. أنتم مشاهدين الكرام تقدروا تتابعونا على موقع القناة www.sahel.tv.mr، وكذلك أيضا الفيسبوك الساحل تيفي، وبالإضافة لليوتيوب، وبالتالي بث مباشر على هذه المنصات. أنتم مشاهدين الكرام لا يتعلقوا على هذا البث اللي حالا يظهر لكم على الفيسبوك، أي تعليق على هذا البث وعلى هذه الحلقة يطلع على الشاشة مباشرة بدون مطولات، مجرد تتعلق يجي طالع تعليقك على تلفزيون الساحل وحده، صورتك على بروفايل وتعليقك. بالإضافة أيضا على المتابعين اللي على التيك توك ليعودوا موجودين معانا على الشاشة بشكل مباشر كيف ما تشوفوا الآن. متابعين اللي يعودوا كما تشاهدوهم الآن على الشاشة، هؤلاء هم المشاهدين عبر التيك توك. المشاهدين عبر التيك توك بجميع الحالات هم اللي لاهي يقدروا يتكلموا بالصوت والصورة. بالإضافة أيضا كيف ما كل حلقة نقولكم علنا في إطار أيضا إعداد رقم هاتف، إعداد رقم هاتف. كما تشاهدون على الشاشة هذا هو البث الآن على تيك توك. المخرج يطلع لكم الآن رابط هذا البث اللي موجود على تيك توك، حتكامل ادخل هذا الرابط مباشرة، يدخل على بثنا المباشر على تيك توك، وبإمكانه أيضا أنه يشارك في مواضيع الحلقات بالصوت والصورة. يقدر يشارك بالصوت كيف ما يبقي، يعني يقعد مالي يقدر يفتح كاميرته ويبقي يفتح كاميرته، ينشاف يتكلم يقدر يعدلها مباشرة. إذا برنامج منبر الساحل حاول أنه يتيح لكم الفرصة بجميع بشتى الطرق، ولينا عندكم شوي افتتاحية بسيطة سابق نسمع أراءكم اللي على التيك توك، وسابق أيضا تعلقونا على الفيسبوك. هذا الموضوع اللي هو ظاهرة الاغتصاب بشكل عام، أغلبية الناس ركزوا على الجانب الأمني، وفهم بعض الناس ركزوا على الجانب التربوي، الجانب الاجتماعي. هو في الحقيقة ياكن نحاول نفك الموضوع، ياكن أنتم مشاهدين الكرام ما تعلوا نفس الكلام كل رقاش يعطينا وجهة نظر بناء على هذا التفكيك اللي لاهي نعطيكم. الجانب الأمني مهم جدا وضروري، يقارف الجانب التربوي اللي يعني الأسرة بشكل عام وتربيتها لأطفالها. كيف ما تعرفوا مشاهدين الكرام، القانون الموريتاني يقول على سن البلوغ هي 22 سنة، يعني تحتها يعتبر قاصر، وبالتالي القاصر أن يقدم على جريمة كيف هذه، هذا يجب النظر في أسلوب تربية هذا القاصر اللي ينقال على أنه مازال قاصر من عنده 22 سنة قال. ونحن لا نعترف بهذه السن القانونية لأن هي القانون المعترف به. غير شن هي الحلول اللي يلا نقبضه نحن، ياكن سلك روسنا من هذا النوع من الظواهر ومن انتشارها. فهم الجانب الديني، الوازع الديني مهم جدا. نحن أطفالنا اليوم كل واحد عنده هاتفه، فهمش من الأمور ما كانت متاحة قديما أصبحت اليوم متاحة للجميع. ما الذي يشاهده الطفل داخل المنزل؟ إن يفتح تلفونه يقعد وحده، ذا لا يفتح شنه؟ ندري كانوا لا يأثر على نفسيته، ندري كانوا لا يتسبب فعلا ويعدل هذا النوع من الجرائم. هذه أمور من ضمن أخرى هي اللي يجب أن نركز عليها كاملة، ما نركز على زاوية واحدة. وبالتالي منبر الساحل هو منكم وإليكم، وأنا هون فقط افتتاحية بسيطة ياك نفهموا طبيعة الموضوع ونفهموا طبيعة النقاش
ونعتوا للرأي العام بشكل عام بأن المواطنين الموريتانيين يقدروا يتحدثوا عن مواضيعهم بكل حرية وكذلك بكل مصداقية ومسؤولية وبكل نضج. دعين نشوفوا لك حالا مقطع فيديو. هذا مقطع الفيديو عده الزميل عبد الله علي وكذلك قام بإعداده فنيا الزميل سيد محمد تراد. لنشوفوا هذا المقطع اللي يتحدث عن آخر ضحية تمت إثارتها على السوشيال ميديا وتفاصيلها والأمور المحيطة بها. لنشوفوا ونعود إن شاء الله ونرجع. الرابعة فجرا بتوقيت واكشوط، مساء 28 من نوفمبر، يتسلل 3 شبان تحت جنح الظلام إلى منزل بمقاطعة دار النعيم. تستيقظ لالا الوحيدة في المنزل إلى جانب والدها طريح الفراش على محاولة كسر الباب الأمامي للمنزل. تحاول التحقق من الأمر. في غضون ذلك يتسلق الشبان الجدار. لقد باتت في مواجهة مباشرة مع 3 أشخاص تحت تأثير حبوب الهلوسة. في غرفة داخل المنزل كان والد الفتاة متكئا دون حراك، إنه عاجز حتى عن إصدار صوت للاطمئنان على حال ابنته التي ترزح الآن تحت رحمة سكاكين العصابة. تمت مصادرة الهواتف مع مبلغ مالي عن طريق تطبيق للتحويلات المالية. بعدها تم اقتياد الضحية إلى مطبخ المنزل قبل التعرض للاعتداء الجسدي والجنسي. 6 صباحا تتحرك وحدات من الشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية بعد تلقيها بلاغا من ذوي الضحية. ما يزال ذوي الضحية تحت الصدمة، فيتوها عادة والدتها من مهمة عائلية. تبدأ الشرطة تحرياتها في منطقة الحادثة للوصول إلى خيوط القضية والمتهمين المحتملين. في الأثناء تصل الضحية إلى مستشفى الأم والطفل وسط نواكشوط. يتأكد طبيا تعرضها لاعتداء جنسي وحشي. تواصل عناصر الشرطة التحري. تؤكد التحريات وجود هاتف الضحية عند شخص رابع يرجح أنه اقتناه من أحد عناصر العصابة. تلقي الشرطة القبض عليه، يعترف بتواصله مع أفراد العصابة ليتم ضبطهم مساء 29 من نوفمبر بعد 12 ساعة من تنفيذ العملية. صباح الاثنين 2 من دجنبر يخرج السكان في نواكشوط وزويرات والعيون وأطار ونواذب تضامنا مع الضحية للضغط من أجل تحريك الملف قضائيا. يتم نقل المتهمين إلى النيابة العامة بنواكشوط الشمالية. تختتم جلسة المحاكمة بعد أكثر من ساعتين لتؤكد بعدها أن المتهمين قُصّر، وتوجه لهم تهمة الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق. يحكم قاضي التحقيق بإحالة المتهمين إلى مركز الأطفال المتنازعين مع القانون. تؤكد أسرة الضحية مواصلة المطالب لتحقيق العدالة لابنتها دون تراجع مع دعم من الشارع الموريتاني. تقول أرقام شبه رسمية إنه خلال عام 2023 وصل عدد ضحايا الاغتصاب في موريتانيا 377 حالة، من بينها 331 حالة قاصر و310 فتيات و20 طفلا، بالإضافة إلى 64 امرأة بالغة. وفي عام 2022
سجلت 345 حالة، من بينها 226 فتاة و17 طفلا و70 امرأة بالغة. مشاهدينا الكرام، طبعا هي أمور جدا يعني مؤسفة أن تكون في مجتمع مسلم 100% الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويحدث مثل هكذا أمور، وهو خلل، وهذا الخلل هنالك أسباب أدت إلى تفاقم هذا الخلل، وهو ليس بالأمر الجديد للأسف الشديد، يعني من فترة لأخرى تحدث مثل هكذا حالات. نحن في منبر الساحل هو صوت المواطن وصوت المسؤول وهو صوت الجميع، منكم وإليكم. طبعا تعليقاتكم على الفيسبوك تظهر الآن على الشاشة، أي حد دخل صفحة القناة وعلق لا يشوف تعليقه مباشرة. مشاهدي الكرام، بين تحولوا شور منصة التيك توك وللدخول أيضا إلى بث في التيك توك ستشاهدون أيضا رابط التاول سيدي اللي يطلع لكم على الشاشة من حين لآخر، وهو رابط الدخول إلى التيك توك أو عنواننا على التيك توك. نتحول مباشرة إلى التيك توك، وأرجو من الزملاء في الغرفة الفنية أن نسمع الصوت في رتور. إذن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. أنتم الجماعة اللي في الغرفة الفنية اختينا نسمع الصوت في رتور. ممتاز. عليكم السلام. بسم الله، لين طلعوا معنا واحد من الجماعة مباشرة. أوكي، تفضل سيدي محمد. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد، عرفنا على راسك ومن منين هناك متواجد. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتكلم سيد محمد المحمد ورسد باور كونكو من الولايات المتحدة الأمريكية. عندي مداخلة ما يخص الموضوع اللي هو قضية التحرش اللي مؤسف جدا اللي وقعت في موريتانيا من ناحية الاغتصاب. ثانيا انا اشك والله قاعد بتاكد الناس كامله عن هذه الظاهره المنتشره كثيره، وش اسبابها؟ التربيه عند الاهل ما يجروا بالهم على تركتهم من ناحيه كي الواحد يرجع ما تبلغ ويتم اباته مع اصحابه يصار مع اصحابه. ثانيا مالكي قضيه المخدرات انهم عادوا بتعاطوا من طرف الصيدليات يعطوهم الحبوب المهلوسه، وثانيا الدوريات مالي ما هي قائمة بدورها من ناحية عنهم زاد يضص الشباب عاد عندهم طليصة عاجلة كنبات. وثالثا قضية الاغتصاب عندنا احنا في موريتانيا مشكلتكم اللي فهم ضغط من ناحية القبلية كيف تصير اللي خلق في سانتر باتير الطفلة اللي انهارت اغتصبت اللي مغتصبها مساعد إمام مسجد اللي تم الشكوى منه من طرف أفراد الأسرة اللي مختصبة منهم، وهو قدموا شكايتهم ما جبروا مليني حلول. فهم ضغوط قبلية من ناحية عنهم بالسلطات اللي هي المسيرية ما هي قابلة نمر بعين الاعتبار، مثلاً فهم ضغوط قبلية عليها اللي هو المفوض، وما فهم جهة. أنا كشاكي طالب حقي بلا صخة اللي ما جبرت حقي عند المفوضية اللي هي المفوضية اللي قدمت فيها الشكاية ما شبروا فيها حقهم، ولا فهم طريقة يجبوا فيها حقهم ثاني. أول شيء قضية التربية، الوالدين يرتبوا بعد قاعد يديروا بالهم على تركتهم يعرفوا هم وين شمين يصهروا منين ويعادوا قاعدنا يدوا يكردهم على الصهر. طبعا انت التربيه تتحدث هنا على التوفر وسائل التواصل الاجتماعي وكل حد عنده تلفون ولا يعرف حد فيه شنو، وتاول عينك علي ظالي عنه. لا 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 لا، انا اكل عين عليه.
عين على المراقبة. شفت نحن موليتان والله بعد التربية اللي ربيتان عليها شخصيا. كي على سبيل المثال أنا عندي وقت ما بعد نقول لك سابق نبلغ. الحمد لله سابق نبلغ. نعرفك ساعة والدي أنت عود ساعة. 22 سنة. أنا عندي ذاك الشيء 25 سنة. يعني مالك ياسر بالغ زين واصل. يا غير شنو؟ أنا تعود علي السابعة ماني السابعة ما تعود علي ما هو في دارني تعود علي ما هي في دارني. والدي يمشي لوده. فهمت؟ السابعة الثامنة ما تعود علي ما هو في دارني. ما هناك مشيتي لين بلقت لين بلقت ما قط أبدا خارج دارني. بعد لا في دارني ما قد أبدا بعد خارج دارني. واحدة خايف من والدي ضاغط علي فهمت؟ ثالثا اذا لا هو قاعد يصارح حد دور نحن لي ولد اخر زمان وقت فيها الشباب وقت عادوا مش بيته مع اصحابه بيته مع واحد قاعد تجبر واحد البيت وله ما بدي عنه اسبوع اسبوعين ما يعرف قاعد هو وهذه خاسره انت اذا بات عنا اقول لك صار مع ماده ثانيه ما تعرفه واحد بس مشكله انت مشكله درت انت راسك انت اللي خليت ولك مطروس ما تعرف هو مني ما تعرف هو بيت مني ما تعرف سهران اللي يجيبوا لك جريمه تقول لك انا واللي واقع له واقع له ولا انت واللي طلصت جميل اذا واضح سيد محمد اذا وصلت فكرتك الله يسعدك ان شاء الله. طبعا نذكر مشاهدي الكرام اعلن تعليقاتكم اللي على الفيسبوك زاد هي موجوده على الشاشه اي حد علق على الفيسبوك تلقائيا يطلع تعليقه على الشاشة مباشرة وفهم اتصالات الهاتفية لين تحول فرصة في الحلقات القادمة لين طلعوا معنا صوت نسائي لين طلعوا كين تفضلي. السلام عليكم. منين متواصلة معنا؟ قلت ما نعرفكم براسي. يا خير من منين متواصلة معنا؟ أنا من واكشوت. أهو تفضلي. اللي تقول يعني نقول إن الجريمة عندها مسببات ذوك المسببات يلا الدولة تعرف لهمش وتحارب تحاول تقنين هما صعيبين قاع وكبر وكبار يقير بعد تحاول ما تتساهل معهم هي قضية دروق دروق يسبب الإنسان من قد يعدى الجريمة قد يعدى المخدرات لا تتساهل مع قضيتهم ولا تتساهل مع ذلك يدخلوهم ولا ذلك يوخلوهم يترك نحن 4 ملايين ما نقدر نعود الشبابنا كامل خاسر بيترك ما نقدر يتخارج فينا الشهر وفي نفس الوقت نعود الشبابنا موجودين بشي من المجرمين ناس نشوف ودهاري مودي مسؤولين عن تربة صورياتهم وتأهيرهم كان قدام حرف سؤال كان انت عندك كم سنه؟ انا عندي 21 سنه. 21 سنه. انت بالنسبه لك اللي ملاحظه على 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 قله امان الطافلات هو شنو؟ لماذا الطافلات هم حساس بامان ديارهم؟ شعرهم بهم دي الدوله قايبه والشباب فاس تواجه بهم بين قيادة الدولة وكرسي المسؤولية وإيواجها. جميل. يلا الدولة المسؤولة وطرحة بالها للمفسدين المخربين تقسم الجواسيس وتقسم الناس اللي تفسد عليها البلد. نحن مجتمع قليل وعندنا شنو العادات والتقاليد يلا نحافظوا عليهم نحافظوا على أمنهم نحافظوا على استقرارهم وشي ما حد ما قدمنا نحاول يأخرنا نحاول نعاقبوا المفسدين يابتهم الجريمة يسببها واضح يمكن وصلت رسالتك الله يسعدك إن شاء الله شكرا جزيلا لك ومداخلة قيمة جدا بارك الله فيك. تفضل ناجي. ناجي سيدي تفضل. اولا السلام عليكم ورحمه الله اهلا بالجماعة كامل ضيف الضيف واهلا بالجماعة كامل اللي تخلصنا على التلفاز عنده هنا تبعت من دمر والله زاد بعض من التعليقات على الناس اللي سبقتني ونختار نقول لكم على هذه الاجربه اللي بعد خلقت اخبار لا لا وش على الهمي اول مره تخلق ولا ثاني مره تخلق
ما تعود الدولة وأخذ الحظر من كل مكان ومن كل جهة. هذا لا يتم إلا أصدراج مطلوس. ولذلك يالت الدولة يالت الشعب يالت الناس كاملة إلا إلين تخلق هذا نوع المسائل مرة واحدة. هذا ما فيه هو العم ولا والخال ولا قبيلته ولا سقي قبيلته كذا ما فيه خلق. ولذلك الدولة هذا المسلمين اللي تحكم اللي أكلهم مضى شهر شهرين بالحبس بدأ من يستنفع إنسان بالتقدير خلقها لا يستنفع إنسان لا بالويل والوديان وصان العمر واللي يالك هذا فريس ولا زاد السلطة القضائية هذا اتقالهم هنا ولا زاد يتم حدث وسيلة. ولذلك نرسل من المسلمين التوخي والحذر ونرسل من الدولة هذه يقول عنها الدولة كامل يعلمها كل شارع ولا زاد كل منطقة تعود موجودة فيها السيارة للشرطة. جميل ياك ياك نعود من ثاني وين وهذا أسبوعين يبغى كامل الليل تم الله ولذلك نرسل من هذه السنة تصل إلى جهة المعنية بالأمر ونطالب ولا أقصى حقوقنا ونطالب ولا أقصى درجات حقوقنا ولذلك يجب علينا التوخي والحذر من هذا المعنى. واضح. نطلب من الإدارة الجهوية أن هذا الناس اللي مثال قاصر أن هذا الناس اللي مثال في سن مراهقة أعلنهم يالت هذا المواقع التواصل الاجتماعي هذا التلفنات في آخر الزمان يالتهم يقضوا بعض من التطبيقات يالتهم يتم متابعة التلفنات ولذلك أي تلفن يسلي سواء من المسيح يخرج الله عبر الهواء. واضح جدا. ناجي شكرا جزيلا. إذا شكرا لك ناجي. طبعا نحن مواصلين معكم لأن قبله شيخة تيتا يا غير نختار ونوضح نقطة مهمة وردت في التعليقات أغلب المعلقين والناس اللي وردت لنا منهم ملاحظات هي حول السن القانونية. حول السن القانونية على أنها مثلا هذه 22 سنة البعض هنا يطالب بإعادة النظر في هذا السن وعلى أن أغلب مواقع التواصل الاجتماعي تشرط عليك شرط أنك يلا تبدأ عندك 18 سنة فيما فوق ياك تقد تفتح صفحة ياك تقد تحتك بالعالم الآخر. وبالتالي هذه بعض التساؤلات وبعض الملاحظات اللي اخترت نوصلها لكم أيضا من خلال تعليقات المشاهدين ولن يطالب الأغلبية بإعادة النظر في هذا. وبالتالي هو منبر الساحل نحن وصلنا المطالب دقي تعود 22 سنة هي السن اللي يالله تعود فعلا هي السن القانونية ودقي تعود ما هي اللي يالله. وبالتالي القانون اخبر في ذاك ورجالات القانون هم اللي قدوا يخرصوا في ذا وينظروا فيه بعين الاعتبار لا نتحول مباشرة لا نرجع للجماعة اللي معايا غير سابق الجماعة اللي معايا. نحن عندنا فقرة ميدانية هذه الفقرة مشاهدينا الكرام نحن عندنا فقرة ميدانية نشاركوا الناس بشكل مباشر معانا من الميدانية. غير هذا الأسبوع اخترنا على أن نقبل الناس مواكبين الحدث ونقبل الناس في عين المكان وننقل لكم أراءهم بكل حرية وكل مصداقية بحول الله لين نسمعوا أراء المواطنين في واحدة من الوقفات اللي خلقت ونعود إن شاء الله نرجع لكم ونواصل مع أهل التيك توك. هذه جموع الشعب الموريتاني جاءت هازة هذه الجريمة النكراء اللي وقعت الفتاة من آل النبي صلى الله عليه وسلم وجايين دوروا تطبق شريعة الله دوروا الشريعة تطبق ونقول الرئيس ورئيس الوزراء عنهم مسؤولين عن تطبيق شريعة الله. هذا البلد ما يحفظ منه ما هو شريعة الله. هذا ما هو مقبول نهائيا. هذا ما هو مقبول خط أحمر لاقتصاد. الموريتانيين تقدوا تجوعوهم تقدوا تمرضوهم تقدوا تطهم الدول اللي فارغ تاريخهم تقدوا تقطعوا عنهم ما تقطعوا عنهم كرة كامل يصبروا قائد مستعار تدخل مقر ديارهم وتغتصبوا بناتهم. هذا خط أحمر يا قزواني يا رتك تنظر في المجرمين وتقدمهم الشرع العدالة وتقبض فيهم الإجراءات اللازمة وتخلي عنك قضية القبلية وقضية ذوك أقرباء والله ذوك متهم في الدولة. هذا ما يخدم قاع الوطن نهائيا. سيد رئيس
أنا مطالبة منكم في هذه الأواني أنكم تخلصوا في هذا من الجرائم. عاد ماشي منتشر وعاد ماشي يتكاثر أكثر وأكثر. نحن نقدونا صبروا نقدونا صبروا كل شيء مروا به من قطيع الماء وقطيع كرة ومن الجوع ومن قصران العمر. يا قير الأمن يعود رقاش قاعد أحلى والده والله أحلى والدته والله في دار أهله وهو ما هو قاعد يتمونك ولا هو قاعد يحس بأمانه. هذا عاد رواية خطيرة علينا حقيقة. وفي المقابل هذا المعني به اللي أنتم والجهات المعنية مدير الأمن ووزير الداخلية ويا الله تكون تخلصوا في هذا المنظور. نحن اليوم هنا قاعدين مجتمعين في هذه القضية اللي هزت الكيان. أنا البارح ما قديت نرقد. طالبين الدورة ومطالبين الحكومة والمسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة. هاي المجرمين اللي ما ينعدموا تطبق عليهم الشريعة المحمدية. نحن هذا الصبح ضحية أنا والله واحدة من أخواتي. كل حد كل شيء يكون عن حد يجاء في دار أهله يعدلوا له قدام عينيه. لكن ما أنا قاعدين اسم مبارك رانا مناشدين الرئيس ولا أنا مناشدين حدون ولا الرئيس عنه هذه القضية يعدل فيها لا الشريعة المحمدية شي ثاني ما ندروا ولا أنا مطالبين به ولا ندروا ندروا لا الشريعة المحمدية شي ثاني ما ندروا. هم طالبين لا الرئيس وهي المسألة مسؤول عنها لا الرئيس حد ثاني ما أنا مطالبين بها ولا مسؤول عنها. نحن نختاروا هاي الوقفة ما نعود وما تعود كيف سابقاتها دائما عدلوا هون وقفات والناس بس ما يستجاب حد. هذه رواية متينة ما تقدر تخلق لأي واحد منكم تخلق لأخته والله لا زوجته والله لأي رقاش أي شخص من عائلته. معناها نحن ايش من العنايات ودائما نعود ونحن هم اللي ساكنين رجال اللي خطار فهمتوا. يلا نحن ها نؤمنوا في الشوارع ونؤمنوا في ديارنا ونؤمنوا يقع الشارع ما هو خارج ولا من الديار وما هي مؤمنة في الديار هذا ما هو صالح. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك نطالب الدولة ونطالب رئيس فخامة الرئيس محمد الشيخ غزواني ينظر في هذه القضية وأن تسير كذلك على مجراها الطبيعي. انظروا هذا الشعب كامل نتراعوا فيه متضامن معاكم واقف حتى تتم العداله ترى العداله ومجراها الطبيعي. نحن جايين هون تشيها اليوم ياك ندوا بهذا الاجرام الشنيع العياذ بالله. هذا ما قط شخرك شكيفته هذه تيشرت اخلاق نعوذ بالله تقتصب في دار اهلها وحده ذويها. هذه جريمة نكرة نكرة نكرة. اليوم ندوروا قوانين رادعة للمغتصبين وندوروا القبيلة والعشيرة توفى من التدخلات في قضايا الاغتصاب. ما دامت القبيلة والعشيرة والدولة خايبة عن ذا يدور يتم الاغتصاب اللي منتشر هذا يوميا وله الا الاغتصاب وحده. جيروا معاه اللواط والاغتصاب عاد في كل مكان. شو هو في البوتشي وهو في الشارع وهو في الدار وهو في المرسى وهو في باطعة الجماعة. تخش عيني عينك تعدل القادة تعدل تهديد بالسلاح الأبيض. وثانية انتشار المخدرات في صفوف الشباب اليوم عاد كلها نعوذ بالله ماشي رافد موسى ورافد سيفته يعدل اللي باقي يعدل. طبعا مشاهدين الكرام هذه هي أراءكم فالوقفة حاولنا أن نقبل أكبر عدد ممكن من الأراء وحاولنا ما لعلن تعود ما تتكرر لأن يعني أغلب الأراء متشابهة بشكل كبير. والليلة الفقرة اللي تعود ميدانية كما قلت لكم سابق هذا الفيديو اللي شفته هو أعلننا دائما أثناء بث الحلقة بشكل مباشر يعود عندنا فريق في الميدان يواكب موضوع الحلقة. يقار كما قلت لكم مواضيع الساعة نعود فم وقفة والله فم رواية ذكيفتها تعود مسبقة بأن الناس اللي تعود حاضرة كاملة وكلها عنده رأي يختير يوصلون. حاولوا قدر الإمكان ببرنامج منبر الساحل نعود منصفين مع الجميع سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية مع المواطن البسيط والله زاد ملي لكن هو بسيط. المهم الناس كاملة نحاول أن نوصل رأيها من خلال منبر الساحل لأن قناة الساحل شعارها دائما وأبدا الأقرب إليك. لا نتوجه مباشرة ونقولكم على تعليقاتكم موجودة على الشاشة من حين لآخر. أي حد علق على صفحة الساحل يظهر تعليقه مباشرة لين تحول شور التيك توك مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. لين قيس التيك توك الآن معنا ورحمة الله. لين قيس التيك توك الآن معنا محمد فال. محمد فال ياك لباس بس محمد فال تهن مين حالا تواصل معنا من نواكشوط. من نواكشوط تفضل. والله تحياتي لك. أولا عندي رسالتين. رسالة الأولى للجهات المعنية الدولة ورسالة الثانية للمواطن بصفة عامة. رسالة تعني الدولة الله الله الأمن هو أول شيء. الثانية والمالكي هذا كامل سبب ولا قلس الأمن يعني الأمور الأمنية كامل بصفة عامة. الثانية والمالكي سن
قالوا هم للبلوغ والله ذاك الله يعود يخلق فينا ورش اللي هو اللي عاد عدد الجرائم اللي أهل 14 و 15 ويعني هم يالله يعود عادوا مسؤولين ما ينقال هم ما ينقال عنهم ما فاتوا لحقوا السن القانونية ذيك يالله يخرص فيه الثاني ذيك الرسالة الوعد للمواطنين علاش يخرص فيه حنين ذي نقطة مهمة عندي توضح لي لعينك علي شنو علاش يخرص فيه تبظهر لك عن 22 سنة ملاها قاع فات عاد بالك ظهر لك عنه يلا يخرص فيه يعني يلا تنتقص شوي يلا تعود تقريبا 18 15 ولا عاد يلا ذاك اللي عاد يسأل عنه قانونيا ويلا يعود عاد مخاطب وتوف به اللي ذيك الساعه وظرف مهوسيا 22 ملاءه مثل به اللي قلت لك الجرائم اللي عدل معاد لا الشباب 14 15 ما يقدر يتمر قاش اللي عاد الروايه ونقال لك هذا قاصر ذاك هو اللي يلا ينتظر فيه الثاني والماذيك الامن 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 هو الاول وقضية رسالة اللي وعد المواطنين يلا أي حالة خلقت يبلغ بها الناس ما يلا تشحد هذا ذي الإحصائيات الخارقة وذي اللي شفت مرة أكثر منه مشحود وأكثر منه ملموم أكثر منه ما أتكلم عنه وياك ما هو يلا وتحياتي لك شكرا على هذا الموضوع شكرا لك محمد فان الله يسعدك إن شاء الله وصلت رسالتك إذا نتحول مباشرة شور منى صوت نسائي منى ياك لباس مرحبا ياك لباس مناتي منين نتواصل معنا نواكشوط تفضلي منى والسلام عليكم ياك لباس الحلقة اللي زينا عندنا وكنا متوقعين هون بقوها لا تعدل عن الموضوع بين الليلة تعنينا كاملين لا لا تنقال منى وتنقال لنا كاملين وخايفين نفس الخوف على أننا نوقف الوقت فيه لا ورواية صعيبة وتوجع حد جبر لها من قريب الحمد لله وجبر أسرتها يارت الدولة فعلا لها هذه مشكلتها ونعتت الحمد لله وقوف الشعب الموريتاني كامل والعالم معاها لكن لا بشرنا بخير لأنها ليتها كبلات ود الدولة عد القرار زين وطبق الشريعة بمعنى تطبيق الشريعة والشريعة مولي أصلا تخاطبوا 18 سنة إنه بلق وتحت قعصان معناها هذا الولين يصوم عاد بالغ ولوك عندنا حد صايم رمضان هل نقع هو يقد يصوم سابق ذلك حق بقى معناه انه 18 يارتها تعودية القانونية وتعود مداهمات لقاصة ويطبق فيه الشريعة ويطبق فيه القانون وفعلا نركزوا على قضية ان هذه القضية تنحل حل جذري ياك الناس الاخرى تجبر حقها الناس اللي كانت ساكتة وبدت الحمد لله تتكلم والناس المزال خايفة على انفاسها واحتمال يخلق الهذا تعود هما اللي مطمئن على ان ما تلاحظ قد يعدل وما وعاقب ما تلاحظ مخلع خايفين يعودوا لها اللصوص القضيه هما اللي الاخرى على قضيه العاد سببها الهلوسه حبوب الهلوسه وسببها هذا يا ريت الاسره ترجع لتربيه اطفالها ويا ريت المخدرات يركز عليهم معناه ان الامن كامل يقوم من عند الرئيس كامل يخرس قضيه المخدرات وتعالج هما اللي هي من المخدرات يعملهم الشوابين الكبار كاع ويعملهم الناس كامل بالخصوص المخدرات اللي منتشرة في المدارس والقذاك يخرص يعني قضية لا عليه تعود حل الياسر من المشاكل قضية الاغتصاب الاعتداء قضية التحرش الملي اللفظي والجنسي لا كامل يعدل ذي المجتمع اللي احنا عايشين ونسكتوا عنه ونصرفوا عنه وحد ما تلا خايف نسكتوا ليش وعلى انه مدي الدوله تعدل شيء تتكلم لاسرته لان الناس كامله جات الدوله ما ظهر من احد لك حقيقي ما هو ما صار جميل الدوله تعدل مبادره جميل شكرا جميل شكرا جزيلا لك الله يسعدك ان شاء الله طبعا الناس اللي تختار تتواصل معنا تقد تحت تضغط على مكان الضيف ديك اشاره الزايد اللي حلاها ضيف يضغط عليها مباشره يطلع لي منه ان شاء الله تعالى طلب دعوه تفضل دليمي بعد دليمي مباشره تفضل السلام عليكم ورحمه الله جزاكم الله خير على هذا الموضوع اللي هو مهم عندنا كاملين اولا كشباب ثانيا كامه اسلاميه هذا الموضوع فيما يخص الجرائم الاغتصاب هذه منتشره كانت اصلا وزادت مع عظمناها ودائما اللي عدل الناس المراهقة يعني بلغت حد عنده 18 سنة بالغ بيلي الإسلام
حد عنده 18 سنه عاد مخاطب. ابسط شيء، احنا عندنا ماشيين لدستور الاسلام وجمهوريه اسلاميه موريتانيا، حد عنده 18 سنه بالغ وصايم ويخاطب. لا عندنا ولي يمشي على قوانين ساره. ابسط روايه، احنا فاتحين لايف دارك حالا، حد يكتب تحت 18 اللي يبند، معناته لان 18 حد مخاطبه ذيك من قد الناحيه. وثالثا اذا اللي يرجع عليه ثاني بعض، ثالثا على ان تربيه التربيه الاساسيه. اولا الاب ولد يوخى من عنده ما يعرف من ينقاس ويبات ما هو في الدار. انت يشير اللي قلت على النقاصه، انت يلا يبات زره يلا تم تعرف وين الواحد في شنو؟ كانوا يقرا كانوا ما يقرا كانوا. وثالثا الصيدليات اللي يبيعوا هذه الحبوب مهلوسه، يا الله الدولة تحوز عليهم كاملين، والتروماس اللي عنده كلهم شيء يأثر على عقلية الشباب المراهقين. وتعرف شيء للمجتمع، ونحن فرقنا، نحن فرقنا، الناس عاد تنقتل على مول التليفونات، وآخر شيء عاد ندخل عليها نقرا ديارها ومباشرة الاغتصاب، وآخر شيء أراد الإنسان ما يعرف يمشي. دارك طالب من جهات معنية، إنها تعرف شيء للحال. العيطة لحقت القادة تلحق زميل. الله يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا لك. لين تحولوا الآن شور الشيخة تيتا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك لبن الساك خير شماسي. ما شاء الله من حبت. تفضلي شيخة تيتا. هم كاملين كنت قاعد نختار نتكلم اللي قال عن كاميرا تي بي اللي نختار نقول ياسر الشيخة. عندك الحق تعدليها يعني. ايه ما كنت نختار نتكلم بهذه الطريقه، نزلتوا عليا ما حالي في نص الصيف. المهم على كل حال نحن ما شاء الله الحمد لله تبارك الله. تفضلي واصلي واصلي الشيخة تيتا. اللي تقولوا نحن بعد قاعد نسال موجود معنا، حاولوا انكم تقفلوا مايكاتكم يتوصل الشيخة تيتا ذكرتها. اللي تقولوا شفتوا قضيه لا الثانيه ولان قد يكون نتكلموا عنها كاملين، فهمتوا؟ انا بيا قاع متنا الصدمه ما قديت الحقيقه نتكلم، وعدت قاع انا نفسي واحده فيه بعد قاع لا مراقبه التركه اللي عندي ومراقبه نفسي. سابق بعد قاع تتكلموا عن الاغتصاب، تكلموا عن الذين قالوا المخدرات اللي في العالم الواحد يقبل اربع حبه، ونحن الموريتان ما نوصف الواحد يقبل اربع حبات. وعد قاع مات له واعي. وقد قاع يقيس امه ويقيس اخته ويقيس اي حد يسوى هو منهم. فهمتوا؟ نحن في دولة ما لنا في قابل، نحن في دولة ما لنا في قابل حقيقة، نحن ما تينا نقدو نرقدو بالنهار لا في الليل، نقدو قاعنا نصبحوا سالمين والله نصبحوا فينا حد ما مقتول والله معدل فيه رواية. ولا فينا حد تلاقي جا الحق ساعة من والله 11 خارج داره وتلحق عليه تتخطى عليه، ما فرض عليه يكون يوقف عند السيرين لين يصبح الصبح، يجي الشارع داره ما تأمن يا نهائيا. فهمتوا؟ جميل. نحن يلتنا يلتنا نعرف ان الشيء، والله ما اللي ينقال لنا علينا لو اخوان لها الاقابه ما هي دوله. انا ما كنت قاعده نتكلم بيدي نعرف اني زويق وياسر من الكلام اللي انت نقوله قاعد الدوله تجي تحبس. غير بعد نعود نقول وقت نقول راني وراها نحبس، المهم نقول اللي في اخلاقي، غير بعد المهم تفاصل في يد الامانه خلوني نوصل فكرتك. على كل حال على كل حال وصل فكرتك، وما محبوس رقاش هي الحريه. انا قاعد لحال تنحبسون ونعود قلت اللي لا نقول خلاص. المهم يعني نحن لا لا تزرقي في توفي رقاش لا برد انا قاعد ماني قاعد نظلك اشتا ماني نظلك قاعد لي نقول علينا نحن هذا يلا تنا نؤمن وحق حق ونعدوا حاسين بالامان. انا البارح اللي هي قايسه الدار ايش الطفله معايا راعيه تصنت لي لو واحد مرسم فوق حيط وحدي من قال لنا علينا ما هو كان مع داخل اللي يدخل عليه مده قلت له شوفي 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 قلت لها جيت معدله منه فيلم راعي في تليفوني. فهمتوا؟ معنى ان نحن ما تنا عندنا امان حق، ما تنا نعرفوا قاع الطريقه ان نحن نقدوا قاع ناخذ ديار، نحن في النهار ما تنا متمونكين، والله العظيم الكريم الا في النهار ما لنا متمونكين، معنى الليل قاع ما جاب في القزانه. جميل. ندوروا بعد قاع الامان نحن نلبس الامن، هاي الاولى، والثانيه نختار نتكلم مالي عن قضيه هذو الناس اللي يوقفون على الطريق في اخبار التواقط. ذاك موضوع اخر، ذاك موضوع اخر. حضرتك مركزين على قضيه لكن لان اعطوهم حلقه مزال خاصه قضيه لا ركزوا لا على قضيه عينهم بعد قاعد الاقتصاد بشكل عام المخدرات اللي واحدين فيها الشباب قال لك راجل قبيل كنت هي اللي نقول وعقب قاع قال هو علينا ما يقدر يتم كل واحد
يعود عنده 17 سنه ولا 18 سنه يجي يعدل فيها شدته هو واصحابه في وحده والله شين قال لك يا قاصر والله هذا ولد باطرون والله هذا ولد كذا والله ولد كذا ما يقدر نحكم. تطبيق الشريعه يلا عود في جميع البشر صغير وكبير ومتوسط. جميل، شكرا لك شيخه تيتا على هذه المداخله الجد مهمه. طبعا اغلب المداخلات اللي جاء والتعليقات اللي انا زركت عليها عيني مرات هي على الناس اللي متواجده معانا، قالوا قال على حد عنده حد ذا عاد يتخمم في ذا النوع من الامور، على انه واعر عليه يعود مع ذات بلاق، لانه وبالتالي الاغلبيه هنا تطالب باعاده النظر في هذه السن، ونحن نتيح المجال للجهات المعنيه بهذا الموضوع. إذن طبعا إذا شكرا لك شيخة تيتا. بالنسبة أيضا للمشاهدين اللي معانا هون دائما لينتيحوا الفرصة قدر الإمكان للبقية. طبعا مشاهدين الكرام تعليقاتكم ظاهرة على الشاشة من حين لآخر، أي حد علق على الفيسبوك تعليقه لا يطلع مباشرة، ونؤكد لكم بإعلان الاتصالات الهاتفية بحول الله وقوته له تعود إن شاء الله تعالى خلال الحلقات القادمة بحول الله، وكل رجاج قد يتلفن من أي مكان في الوطن أو حتى خارج الوطن، لأن منبر الساحل هو للجميع وجميع القضايا إن شاء الله ستكون طبعا هي محور نقاش هذا البرنامج. مشاهدي الكرام كان بودي أن أستمع لبقية المداخلات يا غير وقتنا ما تلمنه ما هو اللي نختمه فيه، لأن 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 نحن أيضا في منبر الساحل مهم عندنا الوقت وأنتم مهم عندكم الوقت، وبالتالي سنوصل رسائلنا إن شاء الله تعالى نحن جميعا في هذا الوطن، وأي مسؤول أيضا نتمنى خلال الأيام القادمة على أن مولي المسؤولين في الدولة يتموا يتلفنونا في البرنامج، لما لا برنامج منبر الساحل والموريتانيا كاملة، وزين عندنا حتى على إذا تلفننا مسؤول على حلقة من حلقات البرنامج وقال لنا زاد هو وجهة نظره ورأيه، لأن منبر الساحل للجميع وموريتانيا للجميع، وكل واحد فينا هو موظف لهذه الدولة يخدمها من موقعه. إذن مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا ننسى على أن يلا تعود عندنا بصمة في الحياة، ذيك البصمات اللي قلت لكم الماضية نتمنى على أن يعود فم واحدين عدلوها الليلة لنوصلكم رسالة بصمة قالها لكم التاو السيدي وقالها لكم علي بن بوبا ومحمد الأمين، قالوا لكم عنكم كل واحد منكم يحاول أن يعدل بصمة الليلة والله يعدلها الصبح، على انه يخرس جاره العاد جيعان على انه يحاول يرجع لغايته، والله ما اللي شفت حد حزين حاول تزرع البسمة على محياه، والله شفت حد فاصل فيك وانت تعرف عنه قد تقضي له حاجته عدلها له. اذا حاول انك تضع بصمة الليلة ولا الصبح تعود مفخرتك اذا تذكرتها في اي لحظة من اللحظات. مشاهدينا الكرام نلتقي ان شاء الله في حلقة قادمة من برنامج منبر الساحل، الى اللقاء.